أكثر من 4 ملايين مصاب بكورونا في العالم ونحو 280 ألف وفاة. روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي نحو 210 ألاف حالة. وتركيا تعزز وجودها العسكري غير المشروع في سوريا عبر أكثر من 20 عربة ومدرعة. الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 4 ملايين شخص حسب ما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ورصدت الجامعة أكثر من 4 ملايين و24 ألف إصابة. بلغت حصيلة الوفيات 279,311 حالة، بينما تماثل الشفاء أكثر من 1,370,000 شخص. بدأت ألمانيا السماح للمواطنين بزيارة الحدائق العامة، وتسعى برلين إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وسط تحذيرات حكومية من موجة ثانية من العدوى إذا تم ذلك بسرعة. قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومي في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض إلى 143 حالة وفاة من 179 في اليوم السابق. ذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 26,621 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 224,390 حالة. قالت السلطات الروسية إنها سجلت أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي في سائر أنحاء البلاد إلى 209,688 حالة. وقال فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 88 شخص توفيوا، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1,915 حالة. قالت مجموعة تجارية تمثل أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة إنها تؤيد إدارة أمن النقل الأمريكي في مراجعة درجات حرارة المسافرين والموظفين الذين يواجهون الزبائن خلال جائحة انتشار فيروس كورونا. وقالت مجموعة إيرلاينز فور أمريكا إن هذه المراجعات ستستضيف حماية إضافية للركاب إلى جانب موظفي شركات الطيران والمطار، وستوفر أيضا مراجعة درجات الحرارة ثقة إضافية مهمة من قبل المواطنين لإعادة إطلاق السفر. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد المصابين بلغ حتى الآن 107,603 حالات، والمتوفين إلى 6,640 حالة. جاء ذلك بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، فيما تم تسجيل 1,383 إصابة جديدة على مستوى البلاد. أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1,189 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، فضلا عن وفاة حالة واحدة، وبذلك وصل إجمالي عدد حالات الإصابة في قطر إلى 22,520 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 14 حالة. واصلت تركيا زيادة وجودها العسكري غير المشروع في سوريا بنقل القوات والمعدات إلى البلاد. وبحسب وسائل إعلام سورية، فقد تم تسجيل قافلة عسكرية تركية جديدة من 20 عربة ومدرعة وشاحنة
تنقل المواد والمعدات التقنية عبر معبر كفر اللوزين. بصفة عامة، فقد شهدت الفترة من 2 فبراير وحتى اليوم دخول أكثر من 6485 شاحنة ومركبة عسكرية تركية إلى شمال سوريا، بينما بلغ عدد الجنود المنتشرين في إدلب وحلب أكثر من 10,000 جندي. وصلنا لختام هذا الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.